Saute, saute, saute. الناقلة لهذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم في هذه المباراة، مباراة الهلال وفريق غرومايا الكيني، المباراة الودية الدولية التي يسعى من خلالها فريق الهلال أن يقدم صورة طيبة على مدينة بنغازي وليبيا بصفة عامة، ورفع الحذر عن كرة القدم الليبية. وشعار هذا اللقاء أكيد معا لرفع الحذر عن كرتنا الليبية والملاعب الليبية. ليبيا بلد السلام وبلد الخير، أكيد هذا هو الشعار الذي رفعه فريق الهلال وكل الأندية الليبية التي تسعى من خلالها بكل تأكيد لفك الحذر عن كرتنا الليبية. مشاهدينا الكرام، أكيد ينطلق اللقاء في هذه اللحظات بعد التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في الشوط الأول، واستمتعنا صراحة بشوط أول مميز ومثير، وأيضا شاهدنا في أهداف، هدف لصالح فريق الهلال وهدف لصالح فريق غرومايا كيني. هدف فريق الهلال جاء عن طريق اللاعب أسامة أشريف، وفريق غرومايا جاء تهديف عن طريق اللاعب سوماليا اللاعب فريق غرومايا الكيني. إذن هدف مقابل هدف ينتهي الشوط الأول، والآن في انتظار والآن نلعب في أشرف الملعب. تمشي الكرة لصالح فريق الهلال في الخلف من لاعب أوكين جيسن، لاعب من ساحل العاج. تبديلات فريق غرومايا الكيني، وأيضا اللاعب أومبي دوكسون لاعب من تنزانيا. ثلاث لاعبين دفعة واحدة يجري بها من المدرب ستيفان بولاك في دخول بين شوطي هذا المباراة. تغييرات فريق غرومايا، هذه كرة ملعوبة والتسديدة كانت قوية جدا، ولكن التصدي رائع وردة الفعل كانت قوية من حارس المرمى فريق الهلال في اللقطة الماضية، لكن تعود من جديد للهلال. في الخلف عبد الناصر سعد، فيصل البدري، فيصل استلام بالدوران، فيصل البدري تمشي الكرة أقرب لمن للخلف، وبالخطأ لصالح فريق غرومايا، هذه كرة ملعوبة وخروج الحارس في كابلان في اللقطة الماضية لالتقاط الكرة. ترجع الكرة للهلال أمام حارس المرمى كابلان لفريق غرومايا أو الجانبية الهلالية. جنوبية رمية التماس لغرومايا في التنفيذ، اللاعب دوفوري يسلم كرة أمامية، انطلاقة لفريق غرومايا الكيني، محاولة الهدف بين غرومايا الكيني وفريق الهلال. هيلا هوبا يتعادل بهدف مقابل هدف، القلعة الزرقاء والإليغانتي الأنيقة الهلال. تمشي كرة من جديد لغرومايا، تمشي كرة أمامية، فرصة غرومايا، فرصة تسديد ومرت، ما زالت كرة خطيرة، تكون ركلة مرمى. هناك حالة كانت كينيا طبعا مشهورة بالعدائين، ميداليات ذهبية أيضا، عدائين مروا في تاريخ هذه الدولة أكيد العديد والعديد من العدائين الكبار، وكانت دائما تصدر ودائما كانت دولة مصدرة للعدائين، نجح أكيد العداء الدوري ليبي كرة القدم. كل الفرق تستعد اكيد، تمشي كرة من جديد صالح فريق غرومايا في الجهة اليمنى، ملعوبة وفرصة لفرانسيس لكن مرت. فرانسيس الغاني لو استلم الكرة كانت خطيرة على مرمى فريق الهلال. ترجع كرة من جديد هلالية، الشريف صاحب الهدف الوحيد لفريق الهلال في هذا اللقاء، تمشي كرة من جديد لفيصل، فيصل ولكن هنا اليسرى باحث عن المساندة، ولكن سرعان ما تعود لفريق غرومايا. السعيدي يلا يا طريق السعيدي بالمهارة، يمر السعيدي، السعيدي يحاول في هذه اللقطة يستلم الكرة، السعيدي ممتاز، السعيدي طارق، يلا يا طارق، أوه ممتازة يا طارق السعيدي، كرة كانت حلوة
لكن افتكاك الكرة ترجع كرة من جديد، لمسة هذه واحدة واثنين وانطلاقة كرة لصلاح